المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض نعسان آغا، مساء الخير جميعا. وأبدأ بسيد آغا، يعني على مستوى أستانا 2 هناك ربما محاولة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر أستانا الأول، والخاص بموضوع إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، لكننا ومنذ انتهاء وقبل ذلك أيضا اجتماع أستانا لم نشهد أي وقف إطلاق النار حقيقي على الأرض، بل هناك ربما سياسات تم الاستمرار فيها على مستوى تهجير السوريين خصوصا في وادي بردة، وبعض السياسات يعني المستمرة من قبل النظام والميليشيات الإيرانية. لماذا هناك يعني عدم قدرة من قبل أنقرة وموسكو على وجه التحديد في فرض هذه السياسة، سياسة وقف إطلاق النار؟ أولا لابد من الفصل بين الضامنين، يعني الضامنان الروس والأتراك كل منهما مسؤول عن فريق، يعني لا يمكن أن نتحدث عن فشل لأنقرة. أنقرة ضمنت المعارضة والمعارضة ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكن روسيا التي ضمنت النظام عقدت مؤتمر أستانا هي التي دعت إليه، بينما كان النظام وحزب الله وميليشيات إيران يقصفون وادي بردة. وفي اليوم التالي حيث انتهى هذا المؤتمر اشتد القصف في أكثر من 5 مناطق في سوريا، اشتد على الغوطة، اشتد على ريف إدلب، اشتد حتى على قرى التركمان، جبل التركمان في اللاذقية في الساحل. لم يتوقف إطلاق النار، كان الحديث عن وقف إطلاق النار حبرا على ورق، لم نلحظ اللهم إلا شيئا بسيطا من التحسن لمدة بضع ساعات، ثم عاد الوضع كما كان. النظام والميليشيات الإيرانية يشتدان على شعبنا، وهما قد اتفقا مسبقا على أن سبيلهما هو الحسم العسكري، ولذلك كل ما نراه هو في اتجاه الحسم العسكري من وجهة نظر النظام وإيران. وبالتالي ربما نلحظ غياب الطائرات الروسية بقصف روسي مباشر، ولكن السوخوي التي يقودها طيارون سوريون والطائرات الروسية الأخرى ما تزال تملأ سماء سوريا. وهنا علينا أن نتساءل أين الضمانات، وما الخطة التي تم الاتفاق عليها لتثبيت وقف إطلاق النار، وعلينا أن نفهم لماذا لم يعلن أو تعلن هذه الآليات على الملأ. والسؤال الأهم، ما عقوبة من يخرق وقف إطلاق النار؟ هل سنكتفي بتسجيل أو بعد الاختراقات كما كنا نفعل بعد الاتفاقية الشهيرة لوقف الأعمال العدائية التي وقعها لافروف وكيري، والتي وصلت الاختراقات فيها إلى 4000 اختراق وأكثر؟ كيف سندخل إلى المفاوضات في جنيف ونحن لم نوفر الأرضية التي تسمح بأن نصل إلى حل سياسي؟ الأرضية التي رسمها القرار الأمم 2254، هذا القرار الذي تحدث عن مرحلة تسمى مرحلة ما قبل التفاوض، وهي الحقيقة فوق التفاوض، إنها المرحلة الإنسانية التي تتحدث عن حماية المدنيين وعن فك الحصار وعن إطلاق سراح المعتقلين، وأيضا عن إيصال المساعدات. ما تزال مناطق كثيرة في سوريا تحت الحصار، ما تزال مضايا والزبداني والعديد من المناطق لا يمكن أن ندخل إليها غذاء أو دواء. نعم، أنتقل إلى دكتور ميخائيل. دكتور نبيل ميخائيل من واشنطن، يعني ما تزال أو لا تزال واشنطن بعيدة عن مشهد، كنت معي من دبي، شكرا لك أيضا دكتور نبيل ميخائيل.